28/4/2005 اللي الايرانيين قد ابلغوا شركائي السياسيين ان مش عاده جمهوري. ايش قد 28/4/2005 شنو 28/4؟ عيد ميلاد صديقي. عيد عيد ميلاد صديقي. تمام. 28/4/2005 كان يوم منح الثقه لحكومه ابراهيم الجعفري. اي. وكنت انا عضو الجمعيه الوطنيه رئيس كتله المصالحه والتحرير في البرلمان. أي. انا طلعت على المنصه يوم اللي صار مشكله بيني وبين الرئيس المالكي. أي. قلت هذا يوم اسود في تاريخ العراق حيث يتمكن الصفويين. وتلقاك ابو اسراء بالممر وقال لك وقال لك الا عدمك. الا عدمك. ليش؟ لاني قلت هذا يوم اسود. في يوم اسود في تاريخ هذه المحطات. انا منك كان جاوبته. انا اقصد عيد ميلاد صدام. هو طبعا خلص كان مشت. اوكي. هذا هذا هذه الثلاثه المحطات الثلاثه يحتفظ بها الإيران إلي، ولذلك لا اجتمعت مع حجي قاسم ولا اجتمعت مع الإيرانيين ولا رحت لإيران. وعلما يعني علما أن عائلتي عاجبهم يروحوا لأصفهان وما أدري وين وسمعانين وقارين تاريخهم. تخلص الحلقة وراح تجيك دعوة. تمام. تخلص الحلقة وراح تجيك دعوة وراح توافق عليها أبو يزن وراح تروح. بس أحمد وبشرفي لم أدخل السفارة الإيرانية إلا عندما اشتريت سيارة كامارو من القنصل الإيراني عام 1975 عندما كان انتهت خدمته في بغداد. رحت على السفارة بالصالحية أعلن سيارتي للبيع. اشتريت من عنده سيارة كامارو موديل 74 أو 75. لم أدخل السفارة الإيرانية في حياتي ولم أتواصل معهم.